مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج إذا تنفس. ومن استوديو إذاعة الفجر والساعة 5 بتوقيت بيروت بدأت ساعة زمن مباشرة على الهواء، وكانت الناس مبسوطة بالموضوع أكثر مما توقعت، يمكن لأنه هالقد بيشبه شيء من يومياتهم وكأنه عن جد حدا عم بيشاركهم بفنجان القهوة، ولكن هالمرة عبر التردد والموجة. فنجان القهوة اللي معه بترجع الذكريات، أو نطلع لقدام، أو منحب حدا كتير قريب منا يشاركنا فيه. هيدا هو كان الموضوع تبع ساعة زمن، اتصالات ومشاركات، وتعددت الإجابات بين اللي بيشرب فنجان قهوة مع والدته، أو اللي بيشرب فنجان قهوة لحاله لأنه هيدا الوقت لنفسه، والقهوة بتعطيني شعور حلو وبترجع لي أجمل الذكريات، ومش مين مكان بعزمه على فنجان القهوة، وفنجان القهوة هو وقت الهدوء بعد ما خلصت الأولاد وتيسروا على المدرسة. وطبعا بثت كل المشاركات على الهواء، ولكن في مشاركة حرصت أنها تنبث لأنه فعلا كانت مختلفة، أكيد مختلفة. فهل منتوقع أنه كل شيء منقوله أو منعمله ما إلو مخالفين ولا مختلفين؟ واسمعوا معي شو إجا بهالمشاركة. العالم عم بتموت بفلسطين وأنتوا عم تحكوا عن القهوة وكيف بتحبوها وكيف بتشربوها؟ وين القضية؟ وين الناس اللي عم بتموت كل يوم 100 موتة؟ مشاركة استفزتني، رح خبركم ليه. استفزتني مش لأنه الطرح كان خطأ، ولكن استفزتني لأعرف شو نظرة هذا المستمع للحياة بشكل عام، وشو نظرته للدفاع عن القضية الفلسطينية. مجموعة من الأسئلة دارت وحابة أني شارككم فيها. هل الشكوى المستمرة هي اللي بدها إياه فلسطين منا عبر الإعلام؟ هل هيدا اللي بدها إياه فلسطين، أنه نضلنا عم نشكي وننعي لحتى تنتصر القضية؟ والناس اللي عم تسمع وعندها شعور بالانهزام الداخلي وقلة الحيلة الموجود بالساحة الداخلية إجمالا، هيدي الناس ما بتحتاج لشوية ترويح عن النفس، ما بتحتاج تخرج من دائرة الانهزام الداخلي لدائرة التحرك الإيجابي، هيدي الناس ما بتحتاج أن تاخد نفس عميق. واللي عم نمنع الناس أنه يكون عندها فسحة نفس لحتى ترجع تتزن وتحافظ على إيجابيتها وتنطلق من جديد وتفكر بالتجديد وتصحح الرؤية وتشوف وين واصلة لآخر الطريق. وماذا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فساعة، ساعة من الضغط وتحمل المشاق، وساعة من الترويح لاستعادة النشاط. وطبعا هيدا كله لحتى الإنسان يتقوى على مسؤولياته وتكون حياته قدر المستطاع تحت السيطرة. ساعة فساعة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهون رفعت السماعة واتصلت بالمستمع الكريم. فاتصلت بالمستمع وسألته: دخلك؟ هل زعلك على فلسطين وحرقتك عليها منعوك اليوم من أنك تظهر ولادك نهار الأحد؟ هل حرقتك على فلسطين وزعلك خلوك قاعد كل نهار عم تبكي على فلسطين؟ وطبعا هون قال لي: لا، بعرف أنه معك حق، وأنا يمكن فعلا من حرقتي على فلسطين ومن زعلي وحاسس أني بدي أعمل شيء. وهون طبعا جاوبته وقلت له: في كتير أشخاص مثلك ما عم يطلع صوتهم على الأثير، وهن فعلا عندهم حرقة كبيرة وحابين أنهم يعملوا شيء لفلسطين. بس دخلك، هل الشخص الضعيف والمنهزم نفسيا هو اللي حيساعد فلسطين؟ طب إذا هو ما قادر يساعد حاله، كيف بده يساعد فلسطين؟ وليش الشخص اللي فعلا عم يهتم بأنه تضل نفسيته إيجابية لحتى يقوى على كل الأزمات ويكون العنصر الفعال ويكون فعلا جنب القضية، ليه هيدا نحن عم نحاول نضعفه بدل ما نقويه؟ وهون أخذ المستمع اللي اتصلت فيه نفس عميق وانتهى الاتصال، وأخذت أنا نفس من جديد. أعزائي المستمعين، هل لازم اللي عايش منا يموت بالحسرة والألم على فلسطين حتى يكون وفي للقضية، أم أنه لازم يكون قوي ويقوي نفسه ويبحث عن كل الأسباب اللي بتقويه ليكون فعلا مناصر لفلسطين؟ أعزائي المستمعين، كلنا بدنا نموت لفلسطين، ولكن من يريد أن يحيا لأجلها؟ من يريد أن يحيا ليدافع عنها؟
فمن مات لأجلها صادقا فقد مات مجاهدا وانتهى دوره، أما من عاش لأجلها فلازال دوره قائم وهو الجهاد المستمر. فخلونا ما نحاصر الأشخاص اللي عم ياخدوا نفس، خلونا ما نقطع لهم أنفاسهم، هني وعم ياخدوا الإيجابية لحتى يقدروا يستمروا بهالحياة ويكونوا فعلا أقوياء. فخلوا الناس تتنفس هنا لتكون حرة هناك، تتنفس هنا الإيجابية والترويح عن النفس والسعادة، لتكون حرة هناك في أن تعطي سعادة وأن تهب إيجابية وأن تدافع عن الحق، تتنفس هنا بعيدا عن الضغوطات لتمارس حرية هناك وتجاهد في استعادة المستحقات. مستمعين الكرام، ومع الجملة الأخيرة، إن كانت ثقافة الموت هي انتظار النفس الأخير، فثقافة الحياة هي أن تتنفس حتى الرمق الأخير. دمتم في رعاية الله.